مرحبا ملايين مشاهدينا برنامجكم فوال اللي يأتيكم يوميا طيلة شهر رمضان المبارك المحمل بضيوفه المتميزين. واليوم طبعا ضيوفنا غير ضيوف معانا يو حقنا اليوم الفجيرة بالذات عشان يسولفون علينا من الشعر وكذلك من الكتاب. يسعد لي مساك مروه، ما ادري ايش ولاي اليوم، احس اني مرتبكه ما عرفت اتكلم عنه. حبيبتي يسعد مساك سهام، ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناه الفجيره في برنامج فواله. ان شاء الله اليوم بيكونون ضيوفنا مميزين وحلقتنا ان شاء الله بتكون خفيفه وجميله بمتابعتكم. والحين بننتقل لزميلتنا عواطف المسي عليها. يسعد مساك عواطف. يسعد لي مساك عواطف. يسعد مساكم، منورين اثنينكم ومنور سهام اليوم. افتقدناك وايد امس فعلا. شو اسوي عاد كل يوم اجازه؟ ما ادري الموضوع صار في إلنا. المسي على ام هناد وام سعيد. اليوم ام سعيد مسويت لنا اكله تراثيه جديده. نعم. قرص الطوبي بتعرفنا عنه عقب بفقره التراث. ام هناد بعد اليوم قلت لها بنقعد وبنسولف عن بيتهم قبل يوم كانت صغيره، فبتخبرنا شوي عن هذه التفاصيل. ان شاء الله. اكيد اكيد جلستكم دوم متميزه في ركن التراث ما شاء الله، وخالاتي دائما مبدعات سواء فعلا بالاشياء والاكلات الشعبيه اللي يسووها حقنا او بالاعمال التراثيه. راح نتكلم اكثر عن هالموضوع. المسي اللي قاعد يشوفونه، المسي عليكم بالخير، وان شاء الله تعجبكم فقره التراث اليوم وقسم التراث وسوالفنا التراثيه. ان شاء الله. الله يعطيك العافيه عواطف. لكن قبل لا نرحب بضيوفنا، تبين هناك القسم الاكل شو مجهزين؟ شو مجهزين اليوم؟ قلت لك اليوم اكله جديده اللي هي قرص الطوبي. هاي قرص. نعم. واليوم القرص العادي من ماي وملح. خلوا المايك. نعم خذي المايك خالتي عشان خالتي تفضلي. يتكون من ماي وملح، ويوم نسوي على الطوبي شويه نمسحه بزيت. هذا نسموه قرص الطوبي الاوليين. نعم. واحنا الحين نسميه قرص عادي. بس بتخبرنا عنه عقب اكثر. وبعد عن بعدين بخبر. اكيد قهوتكم بعد جاهزه ما شاء الله. ان شاء الله. يعطيكم العافيه. مشاهدينا مثل ما قلنا في البدايه اليوم ضيوفنا متميزين، ضيوف معانا محملين بالشعر. بدايه ضيفنا الاول شاعر اماراتي عاشق الشعر منذ نعومه اظافره، تربى وتعلم في عائله تعشق كتابه الشعر وتهتم به، حيث كان يسمع الشعر من والده وخاله وتعلم على يديهم كتابه الشعر. برحب بالشاعر في برنامج فواله فيصل بن سعيد الشعالي. ضيفنا الثاني لليوم سهام هو كاتب متعدد المواهب، تعمق في عالم الكتابة والرواية وما وقف هنا فقط، بل دخل في عالم الشعر ولقد أصدر ديوان خاص به، ودخل عالم تقديم البرامج، وأيضا له مقالات أسبوعية في صحيفة البيان. ضيفنا لليوم هو عوض الدرمكية. أهلا ومرحب فيهم ضيوفنا. حياهم الله ضيوفنا. مرحبا بهم. مبارك عليكم الشهر. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلوا. نبي حد يباركنا بالعيد. صح. يا هلا ومرحب فيكم. نورت الجزيرة. الله يسلمكم، نور بهلها. الله يحفظكم. بداية طبعا خلاص ما بجى شعر رمضان، بنخلص مثل ما قلت بيبدأ العيد. اي والله طري العيد. تجهيزات العيد ولا نقول لكم شو اسمه ذكرياتكم مع رمضان؟ ذكرياتهم مع العيد المفروض. والله نحن تجهيزات ماشي. ذكرياتكم مع العيد. التجهيزات هي اللي مع النساء، لكن مع الرجال اظن الموضوع سهل، كدوره بيضه وغتره والسلام عليكم. بس مرتاحين. بالنسبة لك فيصل؟ شو نفس الشيء؟ كل شيء جاهز من زمان ما شاء الله. انا دائما اجهز كل شيء قبل بفتره طويله، يعني خلاص ما عبر راسي. زين والله. طبعا من بدايه رمضان صرت طلعت اضيع وقت، تعرفين اضيع وقت ومنها تريح. اساس تستغل العشر الاواخر. ايه طبعا العشر الاواخر الناس يزاحمون في السوق، انتم ان شاء الله مريحين اعمالكم جاهزين اغراضكم كلها. هذه مثل ما قال الاستاذ لنا خلاص الرجال ما يبغى له شيء الا كان دوره و انا مستغرب لما يقول هم جهز من قبل، اقول شو جهز لي ناس فيصل كناديرك. بس بسرعه يعني. فيصل انت من عائله تحب الشعر صحيح؟ يعني لما بدات سهام المقدمه قالت ان خالي يحب الشعر ووالدك. اي نعم. اخبرنا هل هي موضوع وراثه ولا موهبه؟ شوفي هي موهبه وراثه في نفس الوقت، يعني موهبه من بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الحمد لله، ووراثه انه خلاص تعرفين يالس في بيئه كلهم يسمعوني شعر، فخلاص حبيت الشيء وسبحان الله كملت وطورت بالشيء هذا، لان تعرفين لو عندك الموهبه وما طورت الشيء هذا ما بتوصل للمكان. نعم اكيد هذه. صحيح. استاذ عوض اذا بنتكلم عن عالم الكتابه كيف دخلت الى هذا العالم الجميل؟ والله نحن قبل مساء كنا مستبردين وفجأة بند المكيف وحرت الدنيا وهالكشاف هذا ما شاء الله عليها. ما تشوف يعني بداية اللقاء شو نقعت ما عرفت أتكلم؟ حريت.
تفضل. طبعا المخرج قال ما يقدر يشغل المكيف عشان الصوت. جزاه الله خير. الكتابة أعتقد هي نفس الشعر. نعم. أحيانا تدخلها بدون ما يكون عندك نوايا أنك تصير كاتب أو نوايا حتى أنك تصير شاعر. أحيانا موقف يعني يضرب عندك يجبرك أنك تكتشف في نفسك موهبة ما كنت تعرفها من قبل. نعم. يمكن اللي ساعدني أنا أكثر أني كنت أقرأ كثير وأنا صغير. حلو. فأحيانا لما توصل إلى مرحلة تحب أنك تكون محاكي لغيرك. طبعا انت كنت تجرب تطلع القلم الحين ما في قلم الحين على الايباد سيده والسلام عليك الحين قلت تشوف واحد ماسك القلم كله على التليفون و... نعم فمحاكاه الاخرين اعتقد هي كانت يمكن الشراره الاولى. يعني الكتاب وليده موقف نقول عندك. والله تقريبا اقدر اقول والله لو بتكلم عن موقف ما كان موقف يعني هذاك الزود كنت اقرا قصص طرزان فحاولت اني اسوي روايه مشابهه لطرزان خاب اكتشفت اني قاعد اعيد كتابه طرزان نفس المره الثانيه لكن بصوره عربيه. الله يعطيك العافية. بالنسبة لك أستاذ فيصل كيف اكتشفت موهبة الشعر عندك؟ أول مرة سلمت الله أسمع فيها قصيدة ويا عم ويا عمك؟ هي نعم. نعم. سمعني قصيدة وسبحان الله يعني انجذبت للشيء رديت البيت وحاولت أني أنا أكتب طبعا لا في وزن ولا يمكن سالفة أنا كاتبنها كذا وهذا فمن عقبها شوي شوي تميت أنمي وأعرف شو هي القواعد والأساسيات اللي لازم أتعلمها للشعر. نعم. شو رأيك نسمع شيء؟ حاضرين. قل لك سيرني في الهواء بكيفه علقني في خط الغرام حيرني في برده وصيفه وشوقني على السلام أظني الضلوع ضعيفه ضربني في بعده سقام علني فداه الشيفه لأني في قربه تمام سلمني في داره اكتيفه ولمني في نص الأحلام سمني في وقت مصيفه وفرني في داره الأيتام مرني في الدار طيفه وحثني أقصد بالختام سلام الله صح بوحنك أكيد عوال ما تخله كيف عندك قصيدة شيء الكاتب لازم يكون يعني عنده متذوق يباله هبوب باردة يباله شيء صوت بحر يا الله ما على هناك خالتي قاعد تسوي لك هالقرص صوت من الصبح عيني عليها الطوبي اقول شال الخبز الرقاق المتين هذا لك قلتها يمكن نسخه مطوره قالت لك اسمها يلا جزاه الله خير فيصل بداعد وشاعر جميل الله يخليك يقول دربك هباس ومدى واحزان واغصان شيح هو صار هو ضاع عمري سدى اوكف وقتي شحيح ما جيت ادور ردى ولا قلت داوي جريح وفيت حتى غدا طرق الهجاوي مديح وبكيت لين الندى عيا بصبحه يطيح يا من بنصحي بدا لا تظن يبكي صحيح الطير لو هو شدا ما بشرط وقته مريح ويا عمر وقته عدا ويح المقفين ويح ولا ضيع المبتدا إلا عيون المليح لا لا من رسول الله الله يعطيك زهايمر الله يعطيك العافية أي ما جيت ما كنت يوما صدى صوتي مشاوير الريح عزفت ناي حدا صحي اللي ودك تصيح صح الله يعطيك العافية أول إصدار حقك أول كتاب إصدرته أول كتاب كان يا ذكريات سان دييغو كان عن دروس وتجارب فترة الدراسة في الخارج نعم. ما كنت جاد فيه كنت أكتب على اللابتوب أقول خلني أكتب بعض الذكريات القديمة خلاص كنت ليش ما يجمعهم جزاه الله خير أحد الشباب الطيبين الأستاذ ماجد عبد الرحمن قال لي كلمة وتمت سبحان الله يعني ترن في أذني دائما يقول لي عوض ليش ما تكتب؟ فأقول له أحس أني بيجيني يوم يكون كتاباتي أفضل بكثير عن الوقت الحالي فقال أنت توثق المرحلة ما تبحث عن أفضل نتاج فقلت هي والله صدق فمن ذاك اليوم اللي أقدر عليه أحاول أخلصه فطلعت الكتاب يا ذكريات سان دييغو بالنسبة لك فيصل من هو مصدر إلهامك لكتاباتك الشعرية؟ سؤال صعب أحس تقدرين تقولين لا يعني شوفي بدايتي وأنا صغير يعني
يوم بديت اسمع شو اسمه الشعر يعني انه خلاص ابغى اتعلم وكذا. اتذكر ابوي سمعني راشد بن طناف الله يرحمه. نعم. تشر بيع بن ياقوت. عندك سعد علوش افلاطون الشعر زين. اكيد. فمن عقبها قمت اسمع عشان اعرف كيف اتعلم. فكانوا هذيل الشعار اللي دائما يعني اشوفهم عشان انا باكر ان شاء الله باذن الله اوصل شيء جيد ان شاء الله. شو رايكم من القهوه؟ ما ادري بقول احنا حرانين مو بدنا والله يبان انها بارده مراوح والله. شو اسمك عواطف؟ ما عندك مهفات هناك؟ وين؟ الله يعطيكم العافيه. لا انا صراحه منكسر خاطري على اذا الله خير خلتنا هناك كذا على هالطوبه وهالحر هذا وشي مسكينه صح؟ ولا هو بعد اي والله الله يحفظها يا رب. استاذ عواد خلينا نتكلم عن برنامجك برنامج بصمات. تفضل استاذ عواد. سلمتي سلمتي. اهلا مرحبا فيك. بصمات هذا الموسم هو الموسم الثاني. نعم. المقصود فيه او الفكره الرئيسيه إعادة قراءة التاريخ كما كان. نعم. اللي شوه التاريخ عندنا أن هناك قراءات انتقائية، أشخاص انتقوا من التاريخ كتب معينة أو أحداث معينة. نعم. ويمكن حدثت في ملابسات معينة وظروف صعبة. صحيح. فاستنتجوا منها أمور أرادوا أنها تعزز فكرتهم، سواء فكرة أحزاب أو فكرة الجماعات أو فكرة أشخاص لهم مآرب أخرى. فأردت أن بعض يعني الأماكن الضبابية أن تزاح عنها هذه الغلالة وتعاد تقديمها للناس بطريقة سليمة وبذكر أيضا ملابساتها. يعني أنت الحين قال شو حدك على المر؟ قال لا مر أنا. فأحيانا مو بكل إنسان ترى ملائكية تصرفات. صحيح. أحيانا حتى الإنسان الجيد في ظروف معينة تحت ضغط معين قد تبدر منه تصرفات غير جيدة، لكن إذا طلعت أنت التصرف هذا بدون ذكر الضغوط أنت ظلمت هذا الشخص. فكيف إعادة القراءة الموضوع وذكره كما كان؟ أعتقد كان هذا يعني أحد الأمور اللي دفعتني أن أقدم البرنامج، يعني حتى يعرفون الناس أن في تاريخهم صفحات جميلة تم تشويها من بعض الأشخاص لمآرب أخرى. نعم. أستاذ عوض عندك ديوان لك وخاص فيك. نعم. شو أطلقت عليه؟ السنديان. سنديان؟ اي احس صعب سنديان. هذا عندنا في العين من هناك شمالي المسعودي. نعم. ليش اختيار هذا الاسم بالذات؟ سنديان طبعا يعني ينبت في اعتقد في اقليم غرب البحر المتوسط وكان موجود. نعم. في مدينه سان دييغو، فكان قريب من المنطقه اللي اقعد فيها دائما على البحر، كان غابه من اشجار السنديان. نعم. فكانت الحيره شو اسمي ديوان الشعر، وسبحان الله ضرب عندي لأن كان أحد أسماء القصيدة موجودة في الديوان. نعم. اسمه سنديان فخليته على الديوان. وزين يعني دائما الناس الاسم الغريب شوي يبقى في ذهنهم ويسألونك عنه. نعم. أكيد. ممكن للثاني نسميه الغافة ولا السمرة. السمرة نجمة. أستاذ فيصل نسيت اسمه. فيصل. 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 فيصل اكيد في صعوبات كثيره واجهتك في بدايتك الشعريه. طبعا يعني كل اكيد واحد. في اخفاقات، في مثلا خوف، تردد وغيره. طبعا شوفي دائما يوم تتجهين للنجاح بتحصلين صعوبات وايده. نعم. واذا واجهتي هالصعوبات تاكدي انك سايره في الدرب الصح، لان بتحصلين بعض الانتقادات. نعم. وغيره، لكن الواحد لازم يكون عنده تحدي انه جميل. هو يقدر يوصل. اكيد. فواجهت انا يعني بعض الصعوبات، يعني تعرفين كنت في سن صغير. نعم. فيوم اطلع قدام الشباب في المدرسه اتكلم اللي يضحك علي وغيره، فمن بعدها اختفيت فتره على ان اكتب روحي، اجلس ويا خالي كان يعلمني شو الصح شو الغلط. نعم. فلين ما وصلت لمرحله يعني شفت عمري خلاص فهمت بعض الاشياء في الشعر وبديت اكمل فيها. يعني هل يلسه اللي لسته هي الانطوائيه نقول يعني ابتعدت عن الناس؟ لا مش انطوائيه، لا لا لا، يعني ما قمت اشارك أكثر. الشباب يعني اللي كانوا وياي في المدرسه على القصايد هي عزلة يعني تكون ولا اقول لهم انا كتبت شيء جديد. لا كنت دائما اتجه يا يعني يسير الخالي ولا ابويا. جميل. نعم. فالحمد لله يعني الحمد لله. استاذ عواد تفضل. لا لا طبعا بس اقول يعني كثر ما الاسئله اللي بنسالهم احنا اكثر شيء بنحب نسمع قصايد. صح صح. اي تسمعين قصيده؟ هو شاعر. لا بعدين اسالي وبعدين اخذ. خبرنا عن برنامج بصمات.
تكلمت مع اختي قبل عن فكره البرنامج. السنه هذه يمكن اللي خلاها نوعا ما شوي مختلف الطرح عن نزل على اليوتيوب وما نزل على قناه تلفزيونيه، وسبحان الله بتوفيق الله حصل مشاهدات الحمد لله، يعني مشجعه. حفاوه الناس هي النجاح. انت لما تطرح عمل ما تطرح حق نفسك او تسوق نفسك فقط، انت تطرح العمل حتى يصل الى المتلقي. نعم صحيح. اذا المتلقي هذا وجد فيه قيمه فعليه راح يحتفي فيه. صحيح. هذا مش تلفزيون رسمي، هذا قناه متاحه للجميع اللي هي اليوتيوب. فتحمد الله اذا لقيت في بعض الحلقات محتواها صادف يعني قناعه ورضا من الناس، اعتقد هذا يمكن النجاح الاكبر. والله يوفق على اللي جاي، اللي يعطيك يعني جماليه في الموضوع ان تحس ان الناس عندهم اعتزاز بهويتهم العربيه الاسلاميه، عندهم رغبه في معرفه اكثر في تفاصيل التاريخ العربي الاسلامي اللي حاليا مع الثوره المعلوماتيه يمكن الواحد بدا يحس او ما يحس ينسلخ شيئا فشيئا عن ذلك التاريخ. نعم، اذا انت مع السوشيال ميديا تخدم الكاتب والشاعر؟ جدا جدا. اعتقد كانت سابقا الاكبر شكوى لدى المبدعين ان قنوات الاعلام الرسميه محتكره اشخاص معينين. بالضبط. حتى المجلات اللي كان مجلات الشعر مثلا يقول والله هذه المجله حق فلان وفلان وشلتهم. صح. الجريده الفلانيه مقالات الراي لفلان وفلان وفلان. اما مع السوشيال ميديا والانفتاح اللي صار فيها ما صار لاحد عذر. مثلنا يقول لك السبوق قدمها ايدها. صح. فالجيد راح يثبت نفسه. وغير الجيد والله لو يحط له مليون اعلان ما حد يلتفت فيه. نعم. فيصل بنسمع شعر. فالك طيب. ولكن الشعر اللي انت بتقوله بيرد عليك فيه الاستاذ عوض. عوض. انا بقول لك صح لسانك. ويرد عليك ايضا في كلمات شعريه، يلا تفضل. يقول نبدا. يا ابو العيون الادعاج صبرك علي بالهود، حكمك بات بفراج، شقاحك ابتني بقيود. يا مالك الزين والعاج وينك يا سيد الخود، علقتني بلبسة التاج وسلبتني ودها اليود، وصرت للخيل سراج وبالحب كنت مقصود، كم مرة وقدامي يا غناج ما ترسن عيني السود، يا روحي روحي ممداج خلوا بيننا حدود، كل خبل صرت دباج من شوف هالسهود، ومثل حرب الحجاج لاني بميت وميهود، وشريان قلبي كداج وعيوني لحبك جنود، وبحط حولك سياج وبعيش وياك بسعود، وبلبسك بالحب ديباج وبحبك بقياس طود. الله انا قلت صح لسانك وخلاص. استاذ عوض يلا ما تردها طلبتك. عندي اربع ابيات، انا هم الناس اللي يحفظون القصيده جزاه الله خير فيصل حافظ. مو مشكله حتى لو ظهر في تليفونك عادي ظهره. يقول ما وحشتك يا مساءات المرافي، وما تلفت سنديانك شوق لي، الله هدرى مرتوى غصن التجافي باختياري، يوم لوحت بيدي يوم ودعت الخفوق ورحت حافي، وش تبقى يا الجروح الخضر فيا كل ليلة أملي غيابك قوافي، لين كرهت القصيد الأبجدية ولين ساق الحزن مده في ضفافي، كل ما هبت شماله قلت حيه وين برحل من الحزن وهو الفيافي، بالضعون الضعاينه والحي حيه جيت ذكرى وريت بكره ما يوافي، لجل ما يذبل على موعدك فيه ما عرفت البرد لين دريت جافي، والوعد ما دق شباكي نديه، ومن غدالي موحش الميعاد وافي، قمت ادور باقي الدله عليه كيف بدفى ونور شمسه مر طافي، وارتحلني الصمت وتيتم حكيه من قريتك كني اسرجت السوافي، وانت ما تحمل سوى فرقاك سيء. الله صحيح. ولو طلعت حافظنا عشان كذي نقول ما بنسال كثر ما بنسمع. صح. الله يعطيكم العافيه. اذا تكلمنا عن الشاعر الاماراتي ومدى دعم دوله الامارات للشاعر في هالفتره يعني. والله شوفي انا حاليا توني طالع هالفتره يعني. نعم. كنت اكتب تقريبا من 8 سنين يعني كنت جالس اتعلم، وحاليا توني طالع يعني وطلعت في كذا مكان يعني،
واتمنى انه يكون في دعم زياده للموضوع هذا. نعم. عشان تعرفين يكون لنا الفرصه ان نحن نشارك في الاماكن الرسميه والدواير، ان نكون موجودين ونشارك، نعرف نطلع الموهبه اللي عندنا. نعم. فأتمنى دائما انه يكون في دعم للشباب حاليا. نعم. بس استاذ عوض بعد قال ان السوشيال ميديا تخدمكم وايد، يعني انت من خلال هذا المنبر السوشيال ميديا تقدر تفرض وجودك بقوه. تفرضين وجودك، لكن انا بقول لك شيء، يعني انا ما اشوف ان السوشيال ميديا دايم يطلع زين الناس اللي لازم يطلعون. في بعض الاحيان تشوفين ناس يطلعون يمكن ما له داعي يطلعون. نعم. عرفتي؟ فش اسمه، دائما اقول مش سبب ان السوشيال ميديا يطلع. نعم. هذه وجهه نظري يعني. نعم. واحترم وجهه نظر الاستاذ عوض. نعم. استاذ عوض، كيف تختار مواضيع لقصيدك؟ يعني احس كل قصيده يبالها قصه او فكره تبدا منها وعقبها تتسلسل الافكار. صحيح. من وين تجيك اول فكره او الموضوع؟ هل انت عايش في الواقع ولا خيال من خيالك تكتب؟ لا لا، ما اؤمن في الخيال حقيقة. واللي يقول وليد اللحظة أو واللي يقول القصيدة إذا ما طلعت من موقف فعلي. نعم. ما راح توصل إلى قلوب الناس. في مجموعة من الأشخاص ما شاء الله اللي يكتب له في اليوم عادي 20-30. نعم. قصيدة ما عندها مشكلة، لكن يبقى كلام مسجوع موزون فقط. صح. لكن صحيح. على قولة الأمريكان ويرز ذا بيف، يعني ما تلقى فيها شيء. أنا من الناس مش مكثر بالقصيد. نعم. أحيانا كنت تمر علي سنة كاملة ما أكتب فيها قصيدة، لأن لابد أن يكون هناك مؤثر يخلي القصيدة هاي تطلع. أحيانا يمكن. نعم. يعني تمر على معلم معين أو حادثة معينة أو اسم شخص من زمن طويل أنت ما تلاقيت معه، يولد عندك قصيدة كاملة في خلال ساعة. أكثر قصيدة شعرت فيها وأنت تكتبها وفعلا خذت من طاقتك ومن ذكرياتك ومنك؟ هذا سؤال ملغوم. لين ما كتبتها؟ ها؟ سؤال ملغوم. ملغوم شوي. والله أنا كل قصايدي عزيزات علي، لكن ممكن قصيدة السنديان لأنها أتت بعد، يعني الناس يحسون بغربة الدار لما تكون برا الدولة. صح. لكن إذا تعلقت أيضا بمدينة أخرى برا وترجع لبلادك تشتاق، تحس بشوق غريب، تقول لحظة أنا في بلادي، يعني فليش أشتاق حق مدينة في. صحيح. الخارج. نقدر نسمع شيء منها؟ والله إن شاء الله إذا ما نسيت ان شاء الله، بس يعطف علينا المخرج ويشغلنا المكيف. بالفاصل او هات لنا مهبه يا ما فات وراش بنشيل على ركن التراث هناك. يقول هناك وما يرفرف بالفؤاد يا ليالي، هناك الم لمها غلا وتيم باب الدمع وتفله على اخر مرافي دمعي واقسى وجع ذكراك، بكى جرح اخضر مر الخريف ولا شفا غله امرك يا الطريق المنطفي دفء، وما تطفاك حكايا كل ما قلت تتركيني صوتت لله نواحك يا البحر، مدري نواح الغارقين اماك قدح ناره ويوم نزل دمعي دارت الدله يشتتني شتاك، ويرتعش شمع ورا شباك خلع ثوبه ممات ومن بتت في شرفته فله دخيل الله يا سرب النوارس رفرفي بنساك، انا ما عاد بغصاني خضار ولن تثر ظله يباسم يا العيون الحالمة لو دمعتك توفاك تناثر ليل يا حبر، ومتى هالصبح توصل له هنا يا صخرة المرفا وقفتك والتحفت اشتاك، نهبري صمتك هجوس وتكاثرت الحكي كله هنا آخر مشاوير البحر وأول جفا لقياك، لك الله يا ارتحال الموج كيف الموت ترحله كأنه أمس والصبح الندي بلل شفاك وجاك، وانا اثمل بصبحك وان غشاني الليل اثمله، وانا لو سنديانك لي رده اخضرار الراك وهبت اغصانها انفاسي عساها تقدر تبله يشاغب معطفي برد المساء والعاصفه وحكاك يضيعني واقول الله لا باحه ولا حله. الله يسلمك. شفتي سهام، لان الاستاذ الهادي القصيده هي الاحب لقلبه. نعم. ما نساها وقالها كامله. اي 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 ما غلط فيها حتى. والله اظني هالحر ظاهر من كل شيء. بما انك قلت القصيده وليده اللحظه، فعلا اليوم انا كنت في الدوام وكنت اتصفح الانستغرام واشوف صور الشيخ محمد بن زايد، فطلعت معي كم بيت وما قدرت اكمل، حسيت نفسي وقفت خلاص. اول شيء كتبتها مكسره ورديت بعدين عدلت فيها على السريع وما رجعت ما قدرت اكمل اكثر من بيت، فممكن اسمعك وتقدر تحكي.
أقول فيها يا طارشي بلغ سلامي وزفة لأهل الكرم وأهل الأمور الكبيرة، سلم علي اللي صافح المجد كفة، محمد نهيان قصة وسيرة، سند خليفة ساند الكتف كتفة، على خطا زايد مضوا بالمسيرة. الله حاولت أني أكملها ما قدرت، يعني أول بداية يمكن كتبت شوي البيتين صح، ثاني بيتين ما قدرت، رديت مرة ثانية كتبت القصيدة مكسورة، لكن لو مكسورة اسمه خالد بيصلحها. لكن لا والله قصيدة حد يقدر يكمل قصيدة سهام منكم؟ والله يعتمد كم تدفع. كل شيء كم تدفع. ما قدرت حرام يعني حاول العيدية أمطمط ما شيء. القافية جميلة أفة وإيرة يعني جميلة جدا. كملي عليها لا والله فيصل ما قدرت وقفت عليها. تدخل التحدي ويا سهام تكملها؟ أنا يايو في حمى يعني زين أني واصل. الله يعطيك العافية. إذا بنتكلم عن الشعر، هل لازم يكون الشاعر ذو عاطفة جياشة عشان يكتب الشعر؟ يعني يكون مع يعني حبيب هو سبب مثلاً موقف؟ شوفي هو سبب كبير. نعم. دائماً لأن الشعر عبارة عن مشاعر تطلع من الإنسان يعني. نعم. طبعاً في اختلاف بين القصيدة والشعر. سلمت الله هم نفس القوافي. نعم. ونفس فيها اللوزان، ولكن القصيدة تندرج تحت الشعر. والقصيدة يكون لها يعني عنوان معين، أبيات شعرية يعني تتكلمين عن موضوع، ولكن في الشعر يعني طبعا يندرج الشعر مكانين، الشعر الحر والشعر العمودي. نعم. الشعر العمودي هو اللي فيه بس الشعر العمودي هو اللي فيه الأوزان بحور الشعر. نعم. أما الشعر الحر بعض الأحيان الشاعر يعني يطلع من المسار شوية، مش إنه يكسر الوزن لا. نعم. لكن ما يمشي على البحور اللي موجودة. نعم. ودائما يكون الشعر أعم من القصيدة. نعم. الله يسلم. صحيح ردك أستاذ عوض. أنا مع الكلام الأخ فيصل. نعم. الشعر ما شاء الله فضفاض. نعم. لكن في ناس يحبون الشعر التقليدي اللي هو الشعر المقفى اللي على البحور المعروفة، وفي ناس مع الشعر التفعيلة، وفي ناس مع الشعر الحر. الشعر للتفعيلة والحر يمكن التفعيلة في بقايا جرس موسيقي مثل قصائد مثلا الأمير بدر بن عبد المحسن، أبعتذر عن كل شيء للهوى ما للهوى عندي عذر. لكن الحر نوعا ما ممكن أنا من الناس اللي ما يستهويني لأني ما أحس في جرس موسيقي، ما أحس في قافية، لكن أصحابه يحبونه ومن حقهم. أستاذ عوض بروح بريك علشان شوي نبرد الجو. نشغل مكيف. نشغل مكيف. مشاهدينا فاصل سريع ردي لكم، خلكم ويانا في برنامج فوالة. والله مشاهدينا ورجع لكم مع هذا الفاصل مع ضيوفنا فيصل بن سعيد الشعالي شاعر، وعوض بن حاسم الدرمكي كاتب. مرحبا بكم مره ثانيه والله يعطيكم العافيه. يا مرحبا. مشكور على الهريسه هاي. بالعافيه. يلا كلوا والقرص بعد والشاي، خذوا راحتكم مره نحن بنسولف عليكم. لا كانت لما كان مكيف شغال الحين مكيف مرمى للبركليات. عوض قدمت احد برامج التلفزيون اللي هو قدمته وانعرض على اليوتيوب اقصد. نعم. بصمات. أنت كاتب في صحيفة البيان، عندك مقال أسبوعي وأيضا كاتب شعر، شو الأقرب لقلبك؟ تحس أن في هذا المكان تقدر تكتب بحرية كاملة، تحس أن تعبر عن نفسك؟ أنا أحب الكتابة أكثر عن الشعر. أحس الشعر ممكن نوعا ما يعني خصوصية يعني. نعم. اللي في حالات معينة في ظروف معينة، لكن عن نفسي أحس الكتابة. نعم. أقرب للكتابة، وسيلة تواصل مع الآخرين، إيصال فكرة معينة لمجتمعك. الناس تحب، ممكن الناس تحب الشعر، وأحيانا الشعر البعض ما يفهمه صح، خاصة إذا كان كلام مشجوع والشاعر يغير بعض تراكيب الكلمات في ألغاز، يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره. نعم. أما الكتابة أنت قاعد تحاول قدر الإمكان أن يكون أسلوب سهل ممتنع، في فكرة معينة تريد توصلها للقارئ، فأحس يعني بحميمية أكثر لما أكتب المقالات. نعم. نعم. أستاذ فيصل، مواضيعك اللي تكتب فيها الشعر هل هي قضايا أو هل هي يعني متنوعة؟ شوفي أنا أنوع دائما، يعني مرات أكتب قصائد غزلية، ومرات يعني حتى الأقرب لك أكتب الأقرب. أي. ما عندي يعني شيء واحد، يعني على حسب شو اللي يجيني، شو أبغى أكتب يوميك الهام تفكري
سبحان الله تطلع القصيدة كذا مرة واحدة. نعم الله يحفظك. أكثر الأوقات اللي تحسون أنها الوقت المفضل للكتابة؟ يوميك للهام، يوميك للهام. أوكي. وهاجس ما الشعر ما عندك وقت محدد؟ تكتبين. لا ما في. في الليل، في النهار، على البحر؟ أنا بعض الأحيان يعني أكون طالع ويا الشباب وسبحان الله يعني جالسين في مطعم ولا شيء، مرة واحدة مسكت التليفون وقمت أكتب. نعم. فما في وقت معين يعني. نعم. للكتابة عن نفسي أحب عصات الفجر، الذهن يكون مرتاح وهادي وفتروم تكتب. أما الشعر له وضعية خاصة. يعني في قصة مشهورة مالت الشاعر جرير لما كان يريد يهجي للشاعر الراعي، فقال حق أهله لا حد يطلع لي فوق البيت، وصعد فوق سقف البيت وخلع ملابسه وقاعد يتمرغ فوق البيت، وهو لأن البعض له بعض طقوس غريبة عجيبة في الشعر. حتى طلع ببيت فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، والله التمرير هذا طلع لك، وصرخ بأعلى صوته قتلته ورب الكعبة. يعني قاعد تتكلم أنا أكثر عن 1200 سنة. هذا البيت ما زال اليوم واحد من أهجى ما قالته العرب. نعم. فالشاعر له ظروف معينة وله طقوس معينة حتى لإخراج الشعر. شو هي الطقوس؟ يعني أحد مع بعض صح؟ التخاطر في الأفكار دوم أنا وسهام. شو هي الطقوس؟ يعني أحس عند الغرب يجلسون على البحر يشربون القهوة، عندهم طقوس خاصة، يسمعون موسيقى على القهوة، يكتبون. احنا القهوة دوم معانا في كل شيء. صح. خبرنا شو طقوسك الخاصة؟ تجلس على غروب الشمس وتحط على ذلك شمعة وتوب. موسيقى هادية. لا لا، أعتقد يختلف من شاعر إلى آخر. أكيد. بعض الشعراء تلقين لازم يقولك أعمر الراس، كيف يعمر الراس؟ مدوخ. يدوخ. بالضبط. والبعض لا، يقولك لازم أنا أفتش الصوع بقهوة. والبعض بالنسبة لك؟ عند عواطف. إيه نحن ما نشتغل في الناس. أنا والله ما عندي، لأني ما أكتب. يعني أقول والله أريد أكتب قصيدة اليوم، ما أعرف. أنا الموقف نفسه هو الطقس بالنسبة لي. نعم. موقف معين هو اللي يستفز الإنسان أن يكتب، مثل ما يعني كتبتي قصيدة في الشيخ نجف سبتي، صورة الشيخ محمد. صحيح. فكتبتي فيها من قبل، ما كان في بالي تكتبين أبيات. فأعتقد هذا طقس جميل للإنسان، أنه لازم يكون فيه مؤثر حتى يخرج أثر أيضاً. نعم. بنفس الجودة. نعم. زي الحرورة اللي عندنا الحين في الاستديو، وأنت شو كل شيء قد تحريت هذا. والله أنا خاطري أكمل هريسي، لكن أحس بال عينا عمارنا تو كان براد قبل شوي. ما تعطيك الهام إنك تكتب شيء؟ الله يعطيك. لهوب. ما أتوقع. لهوب جاي. يبانا قصيدة اسمها اللهوب. إن شاء الله. بالنسبة لك فيصل، عندك طقوس خاصة للكتابة تحب إنك تمارسها علشان تبدأ تكتب ولا لا؟ ما عندي، أنا أحب أخلي كل شيء يكون على طول، على يعني تي القصيدة عفوية، ما أحب أصنع في القصيدة دائما، عرفتي؟ فدائما أكون يعني ما يعني مثلا مرات أجلس في البيت أحس عمري بكتب، أكون متذكر موقف معين فأبدأ خلاص أكتب. فأحب أكتب على عفوية، ما أحب أكتب وأنا أتصنع أو أجيب من خيال. نعم. فدائما عفوية تكون غير تلمس قلوب الناس. حلو. الله يعطيك العافية. والله الله نعرف شعراء يكتبون قصايد المديح يشيل الاسم بس، يشيل فيصل حط سهام، شال السهام حط مروه، شال مروه حط عوض وتمشي، واللي فيه خير بيدفع. تأثير الكتابات عليك استاذ عوض؟ انا وايد انسى، شفتني امد بسرعه بتذكر الاسم. التأثير الكتابة، أحس الكتابة تأثر في الإنسان أكثر عما يأثر فيه الشعر. نعم. الشعر يعرفون الناس أنك يعني والشعراء يتبعون الغاوون. لأن دائما الشعر يقول أشياء ممكن ما يعنيها أحيانا. نعم. لكن يأخذ الحماس، وأحيانا تأخذ القافية أو السجعية اللي في القصيدة. نعم. لكن الكتابة تفرض عليك أنك إلزام داخلي أنك تمارس فعلا الأخلاق والمثل اللي قاعد تتكلم عنها. ما حد كامل منا، ما حد ملائكي، كل إنسان له جوانب نقاط ضعف. نعم. نقص، لكن إن شاء الله الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يتلافها. فلما تكتب عن قضايا معينة وتحاول تنصح مثلا آخرين، تجد دائما هذا الوازع يبقى معك، ترك أنت تقول حق الناس كذا، لازم أنت أيضا يعني تكون ملتزم بهذه الأمور. فأعتقد أجمل ما في الكتابة أن تفرض على الكاتب أن يكون فعلا يعني على قولتهم walking the talk، أن يمارس ما ينادي فيه. نعم. قبل شوي أستاذ عوض قلت عن موضوع أن شخص يبيع كتاباته أو أبياته. نعم. الشعرية ويغير فقط الاسم. صحيح. أوكي. إذا لقيت بيت شعر في يوم من الأيام
مسروق منك وتحته اسم كاتب آخر أو شاعر آخر، شو بيكون موقفك؟ أعرف أشخاص رفعوا قضايا على الموضوع هذا. فلوس موقفك هي والله الناس استغنوا هالأيام برفع القضايا. أنا بفطر عليك بفصل عليك سبع سنوات نقعتك لا 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 صح هالكلمات بفطر عليك وبفصل عليك هاي سويت قضايا الحين صحيح. والله عن نفسي ما أعتقد عندي مشكلة، يعني حتى لو واحد أخذ بيت شعر يعني ترفع قضية على إنسان أو تزعل عسب قصيد ياخذ يزال الله خير. قلبك كبير ما شاء الله عادي. والله ما بقلب سالفة قلب كبير، لكن أحس مرات في بعض المعارك الصغيرة لازم يعني تنزه نفسك عنها، يعني شو بتشكي أخوك ما ترزه يا أخي، حب قصيدك يعني يكفيك تقديرا أن حبها وتمناها أن تكون باسمه وحط اسم عليها. قبل في السابق أكتب أبيات غيرها. في السابق إذا شاعر خذ قصيدة من شاعر كانت فيها أتوقع فتن ومشاكل. والله في الشعراء اختفوا فجأة لأن في شاعر مات. صحيح. اللي كان يكتب أكثر حق عن واحد. مو قال اعتزلت. والشهرة الشهرة تراها لها بريق مو بسهل. يحميك مسؤولية أصلاً. مش كذي كل واحد يريد يصير مشهور، فجأة كل الناس يبغى يصيرون شعراء، فجأة كل الناس يبغون كتاب مقالات، فجأة كل الناس يبغون مغردين يشار لهم بالبنان. صحيح. الشهرة ما بسهلة، فالواحد يقول أخي أنا عندي فلوس وسهام شاعرة خذي وعطيني وبكتب والله باسم عوض وبنزلها والله يا سلام يا الشاعر صح الله لسانك. الشهرة فتنة وأحيانا الإنسان يبغي يكون مبرز بين أقرانه، فتدفعه حق أمور مثل هاي، مثل شراء القصائد، شراء المقالات، تلفيق قصص من الخيال عشان بس يبقى الإنسان تحت الأضواء. نعم. بالنسبة لك فيصل، إذا سرق شيء من أبياتك تحت اسم شاعر آخر، إذا يعني عمري ما طحت بهالموقف يعني فما أدري، نجهز ولكن لكن إذا شو اسمه يعني خذاها كنسخ ممكن نتجه للطرق القانونية، ولكن إذا خذاها كاقتباس بكون أنا يعني مستانس إن أشوف الناس فكرة تقصد يعني بيت وكمل عليه. أيوة. في منهم كذي صح يأخذون بيت ويكملون عليه، مش بيت يمكن كلمة ويأخذ الفكرة نفسها ويكتب فيها ويغير الكلمات. شوي أستاذ عوض، تكلمنا عن الروايات الأجنبية، شو الروايات اللي أكثر أثرت في شخصية أستاذ عوض؟ الروايات الأجنبية غير طرزان؟ أي غير طرزان لأن نجيب كلها هنا روايات. وليش بالضبط؟ ليش بالذات يعني؟ والله وايد قريت، لكن اللي يمكن حبيت ثنتين، واحدة عربية لعلي أحمد باكثير علي رحمة الله، الرواية اليمني المصري الشهير في وإسلامه، رواية من أجمل ما يكون. الرواية الثانية كانت الخيميائي لباولو كويليو، غيرت رأيي عنها بعد قبل كم شهر لأني وجدت القصة مسروقة بالكامل من كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي حرفيا. هذا بعد ما قريت الكتاب الثاني يعني ولا كيف؟ الخيمياء قريت يمكن اربع مرات انا. نعم. لكن لما قريت الفرج بعد الشده، طبعا الفرج بعد الشده مجموعه من القصص والاستشهادات من القران وقصص التابعين وايضا يعني الخلافه الامويه والعباسيه. نعم. اشخاص تعرضوا لمواقف ثم يعني انفرج عنهم الامر. وجدت القصه بالكامل، لكن بدأ أن تكون من مدينة سالم في إسبانيا إلى وصول إلى مصر، كانت من بغداد وصول إلى مصر، نفس الأفكار بالضبط. تسلسل. كان في العتبي الوحيد أنا على باولو كويلو لما كنت أقرأ الخيميائي أو ذا ألكيميست، قضية أنه فجأة خلى واحد هذا بطل القصة يخاطب الريح ويأمر الريح، فالريح أيضا تمشي بالطريقة اللي هو يريدها، فتقول يا أخي الصواريخ هذه وايد قوية يعني خف علينا. هذه الزيادة الوحيدة الغير موجودة في القصة الموجودة في كتاب الفرج بعد الشدة، فأقول سبحان الله هو حاول أن الريال واللي هي أنت استهجنتها حسيتها أن بالضبط ما حبيتها. الجميل فيها شو؟ الجميل فيها أن كتاب الفرج بعد الشدة من مجلدين كبار، قرابة أكثر عنا تقريبا 400-500 قصة موجودة فيهن. هذا الكاتب البرازيلي أخذ قصة واحدة وبنى عليها رواية حققت مبيعات هائلة جدا. يعني هذا يقول لك كم نحن مقصرين تجاه هذا الإرث العظيم الموجود عندنا. يعني ماذا لو كل واحد أخذ قصة من هذه وتوسع فيها، لكن بالتأكيد تشير أن أخذت يعني أصلها من هذا الكتاب. نحن للأسف ما زلنا عندنا عقدة الخواجة،
ما زالت موجودة رغم أن الخواجة يسرق من عندنا. أكيد بعض الروايات الأجنبية تترجم إلى العربية ولكن لا تكون بتلك المصداقية، يعني أنت مترجع للرواية الأجنبية ما تشوفها نفس ما هي مترجمة بالعربية، ليش؟ يمكن يكون الراوي صاحب الرواية مثلا الباك جراوند ماله خلفية ثقافية أدبية، نعم، فيكتبها بصيغة الروائي الشاعر. يجي واحد ربعنا مثلا يكون خريج إدارة أعمال أو اقتصاد لكن اللغة الإنجليزية أو الإسبانية أو البرتغالية أبر يعني قوية جدا، فيترجمها. هذا الإنسان يترجم الحرف لكن ما يترجم الحس، هذا الفارق. فغالبا يفضل أن اللي يترجم الرواية شخص يكون فعلا كاتب روايات حتى يعرف إيصال الفكرة الرئيسية للأصل بطريقة جيدة، وحتى لو حاول ما راح يوصلها بنفس الروح بالتأكيد، لكن على الأقل أقرب من شخص ما له خص بالتخصص. نعم. فيصل شو رأيك نسمع شعر؟ هالك طيب. يعم. عاد عندي قصيدة جديدة بسمعكم إياها بس في التليفون. طبعاً أكيد بعد القصيدة بننتقل مع زميلتنا عواطف هناك رتنا التراث، تعرفنا على أمور اللي معاها. أنتوا تعرفون شو هذا اللي عند هني؟ هي نعم. شو هاي؟ تلي قاعد تسوي. شو اسم الجهاز نفسه؟ نسيته يا رب، والله عرفت أنا. على فكرة أول ضيف يسأل سهام وما تعرف، هي دام اللي تسأل الضيوف وما يعرفون. كجوجة. هي هاي والله العظيم يعني. لا والله على سالفة نسيت لأني دوم أنا اللي أواهق ضيوفي. تفضل يا صاحبي. يقول يبلج تدلع بفنك تغنج عمري يفداك، تمهل في الحب عنك باصير طبك ودواك، يدعج العين منك تورط قلب مضناك، ادلج الشوق لانك مسهر غريم يهواك، مهند كالسيف ظنك تعذب خليل، بجفاك مرد القلب كنك مدرس حبي، عرضاك مرد القلب كنك مدرس حبي، عرضاك تورد الصغر سنك، بهدلت عين بحلاك تعبت القلب، كنك متفرد جميل بغلاك صدق الخلق يهونك، صدق الخلق يهونك، تمهل حبيبي تراك تظلم القلب، لكنك تملك خليل يبغاك دنق القلب، في حسنك اكتفى فيك وبسواك ادعج العين، لكنك صدق غشيم برؤياك. سلام عليكم. صح بوحك. صح بوحك. صح بوحك. الله يعافيك. الحين بننتقل لعواطف. عواطف هيا خلال ننتقل شوية ويا خالتي أم هناد وبعد خالتي مسعيد. قلت لهم خبرونا في بيتهم قبل، خالتي أم هناد الوالد يعني طلب الرزق قبل، هالأشياء التجارة البسيطة، الزراعة، العسل، الغوص، الصيد، خبرينا الوالد شو كان يسوي؟ سعودية، اشتغل على السعودية. شو كان يشتغل هنا؟ اشتغل بسعودية ما أعرف هذا، بس وعيسنا ما شاء الله. وما والوالدة ربت بيت حبيبتي، ربت بيت. وكانت تعلمك هذه ال هي عرفت أنا سو هذا سو خوص سو كل شيء يعني، حتى الوالدة كل شيء الكنادير. وخالتي خالتي مسعيد خبريني عن قبل، عن بيتكم قبل، الوالد الوالدة قبل. أول من سعى في بيوتنا وأبوي يشتغل بالبحر، يكون الخباط شغلته البحر، هي الصيد والصيد يعني، ومع بعد في البر ركاب رب، وامي تدور العسل مع هالبقر مع هالهوش، تربي العيال، تجيب الحطب، تجيب من الطول الماي، كل شيء دور الام، هذا كله دورها هي، عشان ما حد يعني يساعدها او شيء. وابوي دور البحر ودور البر، مع بعد ركاب يرعي ركاب، ينهي بمسابقات، يدخل يوم معهم يعني سباق يعني مع ركاب ابوي هذا يعني. قلتي لي انك تعلمتي منه. ايش تعلمت منه؟ تعلمتي منه العسل وكيف يدور. تعلمت من امي ما من ابوي، ابوي ما يدور العسل. هي امي تدور العسل. هي لحد الان بعد اني اعرف له العسل، اكل ما اطلع ما يصير. وكيف كيف ترومين يعني كيف تعرفين مكانه او؟ عرف مكانه يعني يسوي علامه. هي العسل يسوي علامه يسمون نقط. هي نقطته صفراء كذا كما الزهره. هي هذا يعني علامته. وفي يعني السرب يسموه هي. في اليبل نشوفه باليبل يعني قصة. ولا أنواع تعرفين أنواعه وتعرفين النوع اللي أغلى معنا؟ إحنا أول ماشي أنواع معنا إحنا هي. العسل العربي هو الصغار، العسل الصغير
نحلة هي الأصلية. الحين تخلط الحين ذبابة عودة وذبابة صغيرة وذبابة ولي أسامي إحنا معنا لهذا العسل الأصلي. هي النحلة هي الأصلية ترعى الأعشاب وترعى كل شيء ترعى. وحسب المكان اللي هو فيه سعره يتغير يعني يكون أثمن أو أفضل؟ لا في مال السدر يسموه الإبيا وفي العشب والبرا اللي يرعى من الصمر هذا هذا من الصمر أغلى شوية عن السدر. ويجي مال العشب هي أحمر ومال السدر اللي هو الإبيا هي أبيض. من اللون تعرفين من اللون هي من اللون اللون وطعمته بعد. خالتي أنا عندي تعليق عندي تعليق طبعا الأوليين قبل على العسل كانوا يذابحون إذا واحد خذ عسل الثاني يعني أنا محطي علامة وتيت تشل عسلي فيها ذبايح. هذا حشمة هذا حشمتي أنا وهذا حشمة مروة وهذاك حشمة سامني كل حد له حشمة. صح أنت طلعتي اشتكيت منش ما هي الشكاء على طول مشاكل قبل لا حد يذابح وحد لا حد يشتكي مع الأمير ايه؟ مع يعني ماشي أول شرطة صح مع الشيخ لين يوصل الشيخ صح على عسل على العسل نعم وعلى عزب صح عزب بعد سكنات صح يا أستاذ عوض ولا لا شهيد العسل شهيد العسل خلاص استخدمينك أنت إذا عندهم مداخلة بعد ظروفنا حابين يسألون أي سؤال لأن هاي نسمع فيهم الأولين كذي العسل يتعالجوا عن كل شيء أنا حتى على العين يوم عينش يتعورش قال ليش ما تقصي يصير يحط المكحل بالعين مال بالنحلة مال العسل يحطونها في العين ويكحلوا العين الأوليين الأوليين هي ويتعالجوا عن الصدر وعن الزكام عن الشمعة يوم عصر العسل شمعته ضموها ودخنوا فيها عن الزكام هي سبحان الله يصحوا سبحان الله اعتقاداتهم وهذا كله يعني الحمد لله رب العالمين والله يعطيهم على نيتهم صحيح إيه؟ خلوا الزراعه الزراعه يعني الوالد كان بالصيد والوالده اللي معنا نخل بعد زراعه بعد يزرعوا البر يزرعوا اسمه الزغب هاي يزرعوا هذا بس واللومي وتعلمت بعد منهم هذه هي بيعوا يوم زاد عنا وهذا وعن العطية وعن أكثر شيء ماشي بيت بايعوا وش بربع بنص قرونة هذا أول ماشي يصيروا معهم بعدين طلعت رأس الخيمة ما يطرشوا برأس الخيمة يطرشوا باللومي يطرشوا بالهمبة يصيروا الساحل يسموه قال عبد نصير الساحل يزرعون ويبيعون هي هي يزرعون ويبيعوا كل شيء يبيعوا أما الحشيش ما يبيعوا طول الحلا ما حد أول يبيع حشيش ويزرع فلان عن انت زرعوا فندال هي. والحين اللي يسموها البطاطا الحلوه هي. الفندال انت جيت معي طلعت الفندال اشتريت بربع معش هوش اعطيتش الورق ما بايعته شليته على مزرعتك ونايت اعطيته حلالش ماشي بيه يتعاطوا اللي كان شي زياده معش وهذا يبي يشتروا بيخزنوه هذاك عاد يشتروا اللي بيخزن لشتى هي ويتبادلونه ولا يبيعونه بمبلغ لا تبايع يعني يوم تشتري كميه تاخذها ب 5 ريال ب 4 ريال على حسب هذا احسب الحشيش الورق يعني مال الفندق هي ولا يعني شيء بسيط يعني معش سخله سخلتين يعني يعطوش سعر ابي هذا ما يرضى المشتري وما ماشي يعني ما يشتري اكثر شيء يتعاطى كله يتهادوا هي يعطيك العافيه خالد الله يعافيك حبيبي وخبرينا على هالخبز اللي هذا القرص يتكون من ماي وملح بس اول يحط عليه زبده المع وزبده بقر بيضه حط عليه وسواه حد يسويه بالتنور قرص العقيلي قرص المدفوع هذا شو مدفوف يعني متفف يدقوه بمنحاس الحين ما حد الحين يسويه بالخلاط والاول ندقه بالمنحاس انت سويت لنا بالخلاط ايه يحد يحطين الحين بالخلاط استسهلوا ولا هم بعد يسووا على الطوبه كذا يابس بدون زيت بدون شيء هذا القرص المفتول قرص اليمر يحطوا يفرشوا الحصى وياب العينه يابسه شويه بس عن هذه وفرشوها على الحصى واليمر حار سووا عليها اليمر من فوق لين طلعت عاد شيء مكان عام سود مكان هذا يابوا المنحاز دقوا هذا قرص اليمر خلاص اشتقتي لهذيك الايام ها اشتقتي يا الله ولا بترده كم ما حبي يتحملها صعب هي صعب يعني الحين احنا مثلا قبل شوي حسينا بالحر خلاص ما قادرين حسيت بالحر اول شو تسوون اول يلستنا تحت الصمره تحت سدره هي. تحت الغافه هذه مبرز يسموها البرزه الله
يا ابو السماء معلقه في السدره وبصمره وبهذا الغافه يجيهم ناس حرمه ولا رجايل فرشوا ذيك هذا يلا يلسوا بالبرزه او حظيره مسويه حضاره كذا هذه البرزه ماشي يعني ما يلسوا ماشي خلاص الحرمه مع الحرمه والريال مع الريال وايام الحر ايام الحر الايام اللي تكون وايد الدنيا حر تحت السعف سووا سبل من دعن خلاص سبله ولها مردعه من وراء منها مفتوح ويبرد يبرد يبرد ماشي يعني مكيفات كم الحين كل شيء سيارتي بالحر المكاين تي بالحر المكيفات تي بالحر الحين السميت تي بالحر اول برد ماشي حتى الماي كان في طرق انهم يبردون اي بارد بالحب واليحله اسمها من فخار كما هذا يبرد هذه اللي عندنا ويوم من يوم القيض يعني ويانا سمعنا سهام يسموه صوري الهواء الحار صبنا تلحفنا بلينا قد فتنا هي بالماء تلحفنا بالماء برد هي علينا فقدنا احنا صيام والله بلوا لكم قد فتكم ولا تسبحوا وناموا تحسي انه كانش داخل الثلاجه هي لان مع مع البروده ومع الهواء الحار وهذا الحين ماشي الحين هذا كل شيء حار كل شيء الهواء الحين حار من سميت ومن هذا والاولي موجود الهواء موجود بس كل شيء يودته البنايات يودته والسيائر وريحه البترول كل شيء تغير يعني حتى الهواء تغير تبصر يلا حبيبي يعطيك العافيه خالتي وعساكم على القوه خالتي مهند وخالتي مسعيد وكل اللي قاعد يشوفونا نحن متواصلين وياكم في برنامج فوالة لكن بعد هذا الفاصل رجعنا لكم عقب البريك مشاهدينا على فكرة كان في شيء سألته تحت الهوى لسهام فما عرفت مشاهديني سألتني كانت تقولي ليش لون السمن اللي على الهريس أصفر صح ليش أصفر ليش أصفر حد يعرف ليش أصفر عطينا كركم 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 مروة أنت اللي جاوبتي الإجابة ليش شباب الجاليري وهني على فكرة من لون السنوت والمثيبة والليلة اللي شو آخر واحد كان السنوت والمثيبة ليلى 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 هي اللي هو ليلى يسمون الحين الشبت ليلى اخر شيء انا ما اعرف ليلى السنوت والمثيبة ليلى ليلى من ليلم حلبة بقى حلبة لا حلبة ما سووا فيهم ما سووا سنون عالي شيطان سووا بس هو اصفر لانه يشجع البرازيل اعتقد صحيح انحلت المشكله انت الاجابه؟ لان هي سالتني وانا صراحه سكت ما زبده بيضه هي لازم كيفتي صار بس اول مره اعرف هالمعلومه صراحه على الامانه وانا اول مره اعرف انا اشم ريحه دائما السمن صح يوم يكون في ريحه السنوت وشي بس ما كنت ادري انه يعني ريحه تقول هذا سمن البلدي معروف بريحته بلا سمن بلدي هذا هي ريحته وما توز هريسه بدون سمن فوقه اكيد طبعا ما لا ما عليك من كلام الدكاتره اي لا والله كل اللي تريده وعي أيوة والله خير لو لو تابع يعني ان شاء الله هذا مو بالمشاهدين لكن انا عن نفسي اقول لو اتبع الاطباء بتاكل بروكولي بتشرب لك العصاير هذه السقم اللي من تشوفه تشبك تقول متبت هنا بحياتي عيب ترى انا اقول لهم اقول لهم دائما الوجبه الرئيسيه معي برياني عيش بالخبز يوم اصير مطاعم اهم شيء هذا الخبز اي اتوهق اتوهق غير الموضوع من الاكل الحين يوعتوني حرام عليكم اذا بنرد للشعب اذا يعت شو استوعبت ما سمع اذا يعت تنقع إذا يعت أنقع فمشكلة يعني على الهواء فخلونا ندخل في موضوع الشعر مرة ثانية نرد لموضوع الشعر ليش الناس تفضل أكثر الشعر الغزلي عن باقي الشعر المكتوب شو رأيكم؟ كوجهة نظري يعني أو أصلا الإنسان بشكل طبيعي يعني يميل للعاطفة أكثر فطرة الإنسان تحسينها عاطفي فدائما القصائد العاطفية اللي فيها عاطفة وايد يعني يميلها أكثر نعم هذا هو السبب بالنسبة لك أستاذ عواض شو رأيك؟ العرب قلوبهم خضر شو؟ بندق إسبانيين قلوبهم خضر مساكين يعني حبابين يعني يا كم واحد مات منهم من كثر الحب قيس وشلتهم هاي الأجانب ما عندهم روميو ترى هذا تأليف قصة هاي ما بصح يمكن مقتبسينها لكن حليم ولا واحدة ماتت ترى كلهم موجودين فأعتقد لأن الغزل أقرب لل مش فقط للعاطفة للعلاقات الإنسانية ترى يعني يا ذكر يا أنثى صحيح فطبيعي أن يكون هذه وسيلة التواصل يعني بدل ما تقول لا والله أنا
أميل لك أحبك، يحطه في 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 قالب يعني جميل، قالب قالب جميل، ويبتعد عن ذكر الاسم، لأن أيضا كان العرب إذا ذكرت اسم بنتهم رحت فيها بايع بايع هاي صحيح. هذا ما يغني أيضا أن في الناس يحبون القصائد الوصف المديح الحكمة، والبعض يحب الهجاء، يعني مثل أبو دولامة مثلا كان يستدعى فقط عشان يسب يهدي إيه يلا ادخل وسب الناس ويكسب من وراه فلوس. يعني لما دخل على أعتقد على المنصور وكان عنده الأمراء وكان عنده بنو هاشم، قال له ما تطلع من القصر من المجلس هذا إلا وتشتم واحد، لما طالع هذا أمير المؤمنين، هذا لبني عمه وهذا لبني هاشم، فشي يسوي؟ فقال ألا أبلغ إليك أبا دولامة، فلست ملك رامي ولا كرامة، سر بنفسه، جمعت دمامة وجمعت لؤما، كذاك اللؤم تتبعه الدمامة، إذا لبس العمامة قلت قرد وخنزير، إذا لبس إذا نزع العمامة. صف قوله كلهم وحصل فلوس من الجميع. هو سابق دبلوماسي دبلوماسي مش الدبلوماسي. شوفي أنت سرعة البديهة عند هذا الإنسان. العرب في سرعة البديهة لا يجارون، يعني ما يمكن الحين يعني والله ما زالوا العرب في مخير، لكن المشكلة للرسالة السلبية في التثبيط هي اللي خلت الإنسان دائما ينظر للآخرين أنا أفضل. نعم. إذا قلنا صفات الكاتب الناجح ما هي؟ القراءة أول شيء، لابد أن يكون قارئ نهم. نعم. يعني أنت ما تقول بركة بالسيارة بعدك لين بوظبي وهي بوافية بترول، لازم تعبي بترول. صحيح. فهذا الجمجمة هذه لازم تتعبي معلومات ومعلومات ومعرفة صحيحة، حتى يكون أيضا النتاج اللي أنت راح تكتبه يكون يعني متكئ على علم وافر. الشيء الثاني نكران الذات، أنت أيضا ما تبي واحد كاتب بس يكتب عشان يطلع نفسه. أنا. وهاجم فيصل إذا فيصل تألق، لابد أن يكون عندك نكران للذات لأنك تريد إيصال رسالة. صحيح. شو رأيكم نسمع شعر غزلي بما أن أغلبية الناس تفضل الشعر الغزلي؟ ما سمعنا شيء. برد عليه على هناك. يا الغه هو غزلي ما شاء الله. وأنت بنجهز وأنت تجهز بعد. أنا قلت ما تبو دولامة خلصت. يلا تفضل. قصيدة. ابحث في الموبايل. تقريبا لا هذه قديمة يعني وقريبة مني. كل وزن فيها مش 100% لكن خليتها مثل ما هي لأن عيبتني مثل ما هي. يقول أناظر الساعة وعقاربها، انتظر شوفك ولا جيت، الغلط في الساعة وحضرتها، ولا أنا اللي بالموعد بطيت، تهجون من كثر ما اشتكت لها، يكست الساعة والتوقيت، لكن الساعة همس معدلها ولا أظن بالموعد تباطيت، أظن من كثر شوقي تأملها ردتني الذكرى يوم حبيت، فول لقاء كنت صادفها وعيونها تنطق، لا خليت أذكر إلى أن جئت وادعها، هنا توقف فيني التوبيت، راحت وخذت قلبي معها، كتبت قصيده وغنيت عيوني ما طاحت مدامعها، والسبب قبل ما تخليت توقفت الساعة وعقاربها، وأحببتك بكل ما وديت. الله يعطيك العافية. صح روحك عندك ساعة ولا موعد ولا هذا نسمع شيء؟ أنا أحاول أغير السالفة طالع بعيد. لا مو شيء مو فارق. يقول عند هاي قصيدة من بحر من التفعيلة، عاد إذا ضربت بريك في النص عرفوا يعني نسيت بسبة الحر هذا، وكانت هريسة قبل بعد. أنت بتطير ضيوفنا الحين اللي جايين حلقات الجاية. لا لا زين زين هذا إن شاء الله في أجر. ترى شوف إحنا ركن تراث ويعني بيجلس الملك جو تراثي يعني قبل. أنا مستغرب أنت ما شاء الله مش مستحرات. لا مستحرات بس إحنا على فكرة يوم كليت الهريسة حسيت وايد حار والله. تفضل. يقول البارحة فارقتها وكل الهجوس اللي تموت بذكرها أرقتها البارحة يا صاحبي، ذيك الليالة اللي مضت بكيتها وبكيتها، وذيك الجروح اللي برت من الغلاء أدميتها يا صاحبي، هب الجفا كل الدروب البارحة لعيونها، واللي يخلي عيونها شدت دموع ضعونها يا قلب هي وشلونها، بالله قل وشلونها، أدري بحاسيس الغلاء في كل لحظة يجونها، ولا عودوا من البارحة بكرة على المرفى البعيد بشتاقها جرح جديد، وبنزف لها بيت جديد ما جابته ذكرى البارحة، دمع الصبر ووجهي القصيد، والبارحة راحت صبر
وجتني قصيد والله كريم الله كريم لو برقت بكرة عيون البارحة. الله تسلم الله تسلم روحك إن شاء الله. بعد القصائد الغزلية أنا وسهام نطالع بعض. شوف في سهام ممكن رد للموضوع. أنا زي صيغتني صوت الطوبة صراحة. نرد. هل نحن بحاجة لمسابقات الشعرية وللكتب والرواية؟ شو رأيكم؟ هل ممكن يستفيد الشاعر أو الكاتب من هذه المسابقات فعلا؟ أشوف أن أكيد بيستفيد الشاعر، لأن شوفي يعني دائما لازم الواحد يثقف نفسه ويعرف، ويقول لك العلم بحر. نعم. إذا ما بتعلمين في زيادة وزيادة ما بتخلصين، فلابد من الشاعر أنه يعني يقرأ كتب، يشوف بعض المفردات. يعني دائما أنا أشوف أن الشعار يندرجون لأكثر من واحد. عندك الشاعر اللي يعرف الأسس القواعد والوزن ومثقف، حتى يوم تسمعين مفردات كلماته يعني تستغربين منها، مرات يمكن حتى مفردات تسمعينها ما تعرفينها. صحيح. وعقب هيك الشاعر اللي عنده الميزة انه هو يكتب وعنده الوزن ولكن ما طور من نفسه. وفي طبعا البعض اللي يكتب ولكن يعني ما يكمل، خلاص يشوف انه هو يالس يكتب قصيدة ولكن ما فيها لا قافية ولا وزن. نعم. ويمكن اذا انتقدتي يعني بيزعل منك. هذا اللي أنا أشوفه. صحيح. أكيد. بالنسبة لك أستاذ عواض. أنا بأخذ جزء الخاص بالمسابقات الروائيين أو الكتاب. نعم. ما تصلح أن تقول والله مسابقة، لكن أفضل أن يكون جائزة مثل جائزة زايد للكتاب. نعم. البوكر وأمثالها. مهم جدا نوجد فئات أخرى، يعني لفئات ما أقول أقل لكن نوعا ما للمواهب القادمة. الناس تحتاج تحدي، تحتاج دفع، مثل ما نسوي مسابقات للشعراء نحتاج أيضا للكتاب. الكاتب إذا ما عرف أن في نهاية المحصلة يا أني أفوز بجائز أو على الأقل راح أطور من أدواتي أو راح أحصل نوع من يعني من الظهور الإعلامي، ولا ما راح يتحمس. كثار عندنا من الموجودين من الشباب والشابات عنده فكر، عنده معرفة، عنده موهبة مثلا روائية أو كتابية أو يعني ما شاء الله، لكن يحتاج أحد يدفعه أن يعمل هذا الشيء. نفس اللي يقول لك والله أنا ما أحب أقرأ، لكن ليلة الامتحان يخلص الكتاب كامل في ليلة واحدة. ليش؟ لأنه صار في عنده ضاغط، يقول هاي يسمونه the sense of urgency، حس الطوارئ. فلا بد أن توجد هذا الضغط على الموهوبين حتى هذا الموهوب فعلا يكتشف ويبلور وينضج ما لديه من موهبة. أما تخلي كل واحد على راحاته. نعم. الناس يحبون الراحة. نعم. تراهم. إذن خلينا نتكلم عن الحراك الثقافي في دولة الإمارات بما أنك تطرقت إلى موضوع الجوائز. وهل تعملي شلخ؟ لو دايت ما تكلم. أنا قد خلصت العين. تفضل. الحراك الثقافي في الإمارات اللي يمكن تابع كم عدد الكتاب عندنا سابقا يمكن يكونون على أصابع اليد الواحدة. نعم. معروفين فلان وفلان اللي هم كبار كتاب الأعمدة الثقافية عندنا في الجرائد الرئيسية، لكن في الفترة الحالية تروح حق معارض الكتب دور النشر تحديدا المحلية أسماء كثيرة جدا لمواهب قادمة. نحن ما نطالبهم يغادون يعني مثل يعني كبار المؤلفين العالميين، لأن لابد أن تنضج التجربة شيئا فشيئا. نعم. لابد ظهورهم الإعلامي أيضا يكون معقول حتى النمو هذا يكون متدرج ويكون صحي، والإنسان فكل قارين بالمقارنة يقتدي. الحين أنت مثلا تكتبين رواية. نعم. المروة مدام سهام كتبت أنا بحاول أيضا أني أكتب شيء مشابه وتتشارك معك. الثالث أيضا تنتقل العدوى الجميلة الإيجابية هذه لآخرين. نعم. فالحراك الثقافي عندنا جيد جدا. اللي أريده فقط أتمنى دخول غير الروائيين، لأن الأغلب المطروح عندنا في المعارض الكتب اللي تلقاهم أغلب روايات. نعم. الكل حبيب ما شاء الله. أنت تحتاج فكر أيضا، أحتاج أشخاص اللي يكتبون مثلا في السياسة ألقى أيضا كتاب سياسي. صح. الأشخاص اللي يتكلمون عن توثيق التاريخ الشفاهي في الإمارات مثل ما عمل السيد عبد الله عبد الرحمن
الإمارات في ذاكرة أبنائها اللي كان عنده سابقا فنجان قهوة جمعها في مجلدات ممتازة جدا. أحتاج مثل هؤلاء الأشخاص اللي في الإدارة الأعمال أو غيره يكتب. لابد من تشجيع هؤلاء الأشخاص. هؤلاء يتم تشجيعهم باستحداث أمثال جائزة الشيخ زايد أو جائزة البوكة العربية أو ما شابه. لكن نحتاج أحد يدز. لابد أن يكون هناك شخص يتبنى هذا الحراك فعلا حتى يتنوع. تنقيح تلك الكتابات بعد ما علي أول أيام ما نشد وايد في التنقيح حتى الناس أيضا ما ينفرون. إذا شابوك شاد كل الأمور من أول شيء أنت يعني الصغير الطفل ما تلوم على إذا أخطأ في بعض الأمور حتى يكبر ويشب عن الطوق خلاص يبدأ. كل ما كبر كل ما زادت عليه القيود قيود الجودة هذه. أيضا لابد التعامل معها بنفس الطريقة مع الكتاب. هذا رأيي الشخصي ولا ألزم أحدا. الله يعطيك العافية. بالنسبة لك أستاذ فيصل في شو بالضبط؟ اي ناحيه نشوف من الناحيه نفسها. انا احس مروه نامت من الحر. نشوف بعد حر والله وايد حر. من ناحيه الحراك الثقافي في دوله الامارات شو رايك في الموضوع؟ شفتي مراكزها ها؟ اي يا سيد قهوه تفضل. يعني شوفي انا اشوف في ثقافه عندنا كثير. انا اتكلم عن الشعر يعني في ثقافه كبيره وبالذات اذا ترجعين لايام اول من زمان ثقافه جدا جدا كبيره يعني يمكن الكل يذكر شعار الامارات عرفتي؟ ولكن حاليا طلع تقدرين تقولين ان في جيل جديد لازم يكون في دعم لهم ان يبرزون اعمارهم لان اذا ما برزوا اعمارهم ما حد بيعرفهم بتم كتابات تم حقهم يعني. وحلو يوم واحد يمثل يعني يمثل المكان او البيئه اللي هو فيه او دولته بشيء جميل محتوى قوي فلازم يكون في تنميه طبعا في هذا الشيء ولكن في ثقافه. نعم الحمد لله سوالفكم حلوه فعلكم معانا حلوه ولكن هناك ركن التراث ركن الإبداع أنا أسميه ركن الماضي ريحة الماضي الحلوة يترياكم على زميلتي عواطف وفالتهم غيرها حياكم الله. نحن بعيد عن الطوبي مستحبين وين عند الطوبي لازم تجربون الأبندد الطوبي طب يسعد مساء. طبعا هاي كلمة الطوبي كلمة قديمة الحين ما أدري شو يسمونها هني. السلام عليكم. وعليكم السلام. هني بساطة الأجواء الأولية راح تحس ان الجو عربي. جزاكم الله خير. احييك هالاحسان. الله برد تصدق. يسعد مساك. والله الحمد لله برد. لو ترى من الصبح الى سنه نحني. شفتي؟ هذه هم اللي قالوا. يا حي الجو الجو حلو هنا. الجو حلو. المكيف صحيح. اللي معاكم؟ هي حياتهم والله حار. لهني هني الجو بارد. خذ راحتكم. استاذ فيصل واستاذ عوض نحن هني قسم التراث دائما نحب نتكلم عن الامور التراثيه. تحرص انك يعني مثلا انك تسمع قصص من جدتك جدك الوالد قصص الاوليين تحب انك تسمع هذه القصص يعني اللي يجاوب على السؤال. حلو الواحد ياخذ معلومات الاوليين ناخذ معلومات اجدادنا كيف كانوا عايشين شو كانت حياتهم يعني الواحد يعني يكون مثقف عمره في جميع النواحي عرف شو كان صح. شو كانوا اجداده باكر يوم يجون عياله وهذا يتم يورث الشيء يتكلم فيه يعني عرفتي؟ وتسمع قصصهم الاوليين يعني في قصه كذي تامه في بالك يدك يدتك والله لين تتذكر القصه نروح للاستاذ عوض ما في بالك اذكر عليهم رحمه الله يدي ويدتي الله يرحمه يوم الظهر العوز يدتي شويه كانت تقولي ارقد قيل ولا بتيكم مدويس فانام غصب حتى لو ما فيك أيوة ما اعرف شو مدويس تحديدا هذه لكن في الليل كنت انام مع حياتي يدي الله يرحمه فاقذيه بالسؤال اقذيه يعني ازعجه هم ما شاء الله عليهم يحبون يجاوبون يعني كان مشان يتخلص مني لو بقطع في كلامك مشان يتخلص مني كان يقول لي ارقد ولا العيوز هذيك اللي كانت يارتم عيوز قالت راها تطير في الليل وتشوف الاولاد الصغار اللي ما براقدين وتشلهم فبات مغمض بعين وبطل عين لين ادهم تتريح انا ايش الصبح اقول ما شفت طارت تبالح قال لي مرقدت انت طارت حلو هذه القصص يعني على بساطتها بس كنا نصدق وكنا نعيش هذه الاجواء تتذكر من هالقصص والله انا اتذكر شويه بعض التخويف نفس ما قال اللي هي الخرافات او التخاريف مال يعني دائما انا اكون عند يدي مثلا ولا دائما يعني يكون يالس عنده طبعا تعرفين فيه الرهبه انك انت يوم تجلسين عنده مرات ما تقدرين تسالينه شيء اذا هو انا كنت من النوع اللي شو يتم ساكت ما يتكلم دائما
وما هو ما يعني خلاص يشوفك ساكت فخلاص الأمور طيبة. إحنا قبل شوي كنت أسألكم عن الردود المناسبة بالمناسبات، يعني حد يقول لك من العايدين والفايزين، مرات نتوهق، بس عندنا شاعر وشاعر وكاتب، فأتوقع الموضوع عندكم أنتم بسيط، يعني ما تتوهق بالردود، فخبرونا الكلمات وردها الصحيح. يعني إذا ياك حد قال لك من عساك من عواده أو عساك من العايدين والفايزين، عساك من العايدين، شو ترد عليه؟ من السالمين والفايزين؟ من السالمين والفايزين والعالمين. ذكرت واحد من الشباب الله يذكره بالخير، أتمنى أنه يكون يشوف بس الحلقة هذه، ما له خص بالردود هاي إطلاقا، كان لازم نسوي له يعني نسوي له معجم بالردود. أذكر راح يعزي ناس وهي صدق ما بسوالف، فما يعرف، فلما سلم عليهم بدأ ما يقول عظم الله أجركم أحسن الله عزاكم، قال لهم كل عام وانتم بخير. طبعا ما تلوم هذا الإنسان، إيه مرات الواحد حتى يتوهق يعني بالموقف كذي خلاص ما يعرف إنه يرد. هذه الناس وين يتعلمونها؟ يتعلمونها في الميالس يعني، لكن الميالس حاليا غابت، لأن الطفل يعني أغلب سنين عمره حاليا تلقاه مسكر على نفس الباب، يا على كمبيوتر يا على التابلت، لكن أنه يجلس في ميالس الكبار قلة، تلقاه وين تلقاه. بس مرات في بعض الأهالي يحرصون أنه لازم ولدي يقعد معه، يعني ياخذه لو بالغصب. والله أتمنى أنه يكون هذا موجود فعلا مع الجميع، لكن يمكن راح تكون حالات أقل، لأن الطفل ما صارت يعني النموذج الحياة اللايف ستايل مثل ما كان في السابق. نحن عندنا شعراء فلازم شيء تراثي، لازم قصيدة تراثية وطنية. وطنية بنسمعك حالي. قلت من خلق مثله إنسان ولا مثله، والله اثنين حاكم أجمل البلدان، حاكم أحلى بساتين، زايد للخير وهو عنوان، زايد محبة للسامعين، عزيز القدر عالي الشان، على نهجبونا ماشين، ما خلى علينا نقصان، حنا لك يا زايد شاكرين، عيشنا زايد في بستان وبالخير طمنا باقين، وحكم عقبه بسلطان، شيخ المكارم والسلاطين، يحفظك ربي بسلطان، لك يا خليفة مخلصين، خليفة العز والإحسان، نعمه من رب العالمين، حاكم وتحسده بلدان نادر من بين، حاكم وتحسده بلدان نادر من بين الملايين، وصارت حكاية الأزمان ترويها الناس أجمعين، خليفة من بين الأخوان، خله محمد كف اليمين، محمد اللي للحق برهان، له تحية من الحاضرين، محمد اللي للحق برهان، له تحية من الحاضرين، ينكسر قصيدي بالأوزان، تحية لشيخنا الزين، لك يا محمد معزة وشان، يلي بك الدنيا تزين، وصارت غريزة بالإنسان، يدعي لك ليوم الدين، يا سيد السادة بالإحسان، والله إنك شيء ثمين، ما حصل مثلك في الزمان غير زايد، وأنتوا الثنين بسلامتكم. ما شاء الله عليك وصح لسانك. صح لسانك. أستاذ عوض، ما عندك قصيدة وطنية؟ أنا بعد صح إن شاء الله صحة. الأبيات للشيخ محمد بن راشد أظني أفضل من قصيدنا. من المحفوظ هذا. قول يا نس ناس الهبايب، يا البارد الذنين، تطلب مني طلايب وانا دعواي هوين، دونه قطعوا نصايب ومهلكات البين، حنت بعض الركايب خشع البكار الهين، خلوي في الخبايب دارت ولدها وين، من يختلط في النايب ارغاها والحنين، قول مع النصايب تبع المجفي محين. وسلامتكم. صح لسان ابو راشد الله يحفظه، جزاك الله. وانت تقول القصيد يف بالي انه ما تفكر تكتب مره، يعني مش كتاب او روايه، انه يمثل شيء يخص تراث الامارات او يخص انه شيء وطني، انه دائما طموح يمكن بعض الشعراء طموحهم ان قصائدهم تغنى. الكتاب يعني انت ككاتب شو طموحك، يعني الروايه اللي تكتبها او القصه اللي تكتبها ان تنتشر ككتاب أو إنه بعد مسلسل أو فيلم، خاصة إذا شيء نفس ما قلت أنت يخدم. أنا عندي رواية، الرواية الوحيدة لا تعدل، رواية تاريخية وكاتبنا على أساس أنها تحول إلى عمل تلفزيوني إذا الله وفق. لكن في الشأن المحلي سبق أني كتبت عن التاريخ، تحديدا تاريخ مدينة العين. جميل. يعني بدءا من
من 3000 سنة قبل الميلاد مرورا بحضارات ماجان وطسم وجديس ودولة عبد وجيفر بن الجلندي. طبعا لما نتكلم عن هذه الأمور ما نتكلم تحديدا عن مدينة العين لأن السابق ما كان في حدود جغرافية، كانت لما يسمونها قوام الجو اللي هي تشمل منطقة العين وأيضا منطقة البريمي في عمان الحبيبة. فكتبت مجموعة من المقالات فيما يخص تاريخ مدينة العين، لكن لين اليوم ما نشط أني أتوسع فيه ويتحول إلى كتاب، لكن الله يسر الأمور إن شاء الله في قادم الأيام. الدوام؟ لبيت؟ الدوام؟ يعني السبب اللي يخليك ما تركز أو ما تقدر أنك تكمل؟ والله كثرة الأعمال الكتابية، لأن عندي شغال على كتابين آخرين أيضا ما شاء الله. نعم، فيمكن قلت التاريخ مثلا وتوثيق الأحداث يحتاج أيضا ترجع إلى التاريخ الشفهي الموجود عند الشيبان صحيح، حتى تتأكد من بعض الحوادث أنها تمت مثل ما تلقاها في بعض المصادر. تحرص أنك تقعد معاهم تسمع هذه القصص؟ والله أنا أستمتع نعم بجلسة معهم، حتى لو تيك هزمة مرات من الأمور طيبة، المهم أنك تسمع هذه القصص. حتى يعني قبل كم من يوم كان يوم زايد العمل الإنساني، فكل حد كان تقعد مع أشخاص يقولوا لك قصص، يعني قصص يمكن حتى ما نشرت، بس يقول لك قصص مواقف للشيخ زايد. يعني أكثر من كاتب حاول أنه يجمع هذه القصص مع بعض ونشرها، بس بعده في قصص للناس اللي يمكن ناس بسيطة بس يقولوا لنا قصص وتحس كلها عبرة كلها عظة هي نتعلم منها. فنتمنى أن يبصر النور كتابك أستاذ وقصائدك بعد. تحب أنها تغنى ولا ضد الموضوع؟ لأن صدق في شعراء يقول لك لا أنا لا يمكن. لا مش شوفي أنا عندي يعني بعض القصائد أشوف أنها ممكن تغنى، لكن في بعض القصائد مش يعني ما أشوف أنها ما يستوي تتغنى. إيه هي قصيدة. إيه تم هي القصيدة قصيدة بدون ما تتغنى. يعطيك العافية. الله يعافيك. وربي يوفقكم يا رب. الله يسلمكم. ونحن وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم، نشكر ضيوفنا ونشكر خالتي مهند وخالتي مسعيد ونرجع يعطيك العافية. الله يعطيك العافية والله يعطيهم العافية خالاتي والله يعطيهم العافية ضيوفنا فيصل بن سعيد الشعاري شاعر وعوض بن حاسم الدرمكي كذلك كاتب وشاعر. سانستنا وياكم اليوم في هذه الحلقة متميزة وإن شاء الله أنتم بعد سانستوا ويانا نورتونا. أنا بردهم ترى يردهم سانستوا ويانا إن شاء الله. لازم نرد الحين بعد؟ لا ردوا علينا فوالتنا حلوة عيبتكم فوالتنا حلوة جدا بس الحر شوي ثاني براي الحر قعدتم معك أنا عن نفسي لا تنسون الصينية بشلها هاي حق الدرب درب العين طويل بتسحر بن فالك طيب نورتونا مشاهدينا إن شاء الله اليوم حلقة اليوم عيبتكم وصلنا للختام ونشوفكم باكر إن شاء الله بنفس التوقيت نقول لكم مع السلامة تصبحين على خير سهام تصبحون على خير مشاهدينا إن شاء الله نترياكم باكر تابعونا في أمان الله مع السلامة.